أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم.
وأورثنا الأرض
بحول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله Thank you.
الثوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. واغفر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات
ربنا Thank you.
فالحكم لله. فالحكم لله فالحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله. فالحكم لله. فالحكم لله. فدعوا الله مخلصين له الدين. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره والذي يريكم
فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش رفيع رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على
صدقت إلي فيما قلت وعدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق وانتظرك القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصدفة بمحافظة الغربية.